السلام عليكم طلاب صف أول متوسط. موضوع الأشكال المجسمة، وعندنا المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة. أهم ما بالموضوع أنه تحفظ القوانين، قانون الحجم وقانون المساحة الجانبية والمساحة السطحية أو الكلية للمكعب وكذلك لمتوازي السطوح المستطيلة. طريقة رسم المكعب، نرسم مربع هذا الشكل ومربع آخر يكون القطعة، ونوصل بين الزوايا. هذا هو المكعب. حجم المكعب نقول طول الضلع في طول الضلع في طول الضلع، أو نقول آل في آل في آل، أو ممكن نكتب الآل تكعيب. المساحة الجانبية للمكعب راح تكون أربعة، عندي أربعة وجوه جانبية، أربعة في مساحة الوجه الواحد، أربعة في آل في أل، أو ممكن نقول أربعة أل تربيع. المساحة السطحية أو الكلية راح تكون ست وجوه، راح نقول ستة في أل في أل. متوازي السطوح المستطيلة، طريقة رسمه راح نرسم مستطيل مثل ما رسمنا المكعب، ومستطيل آخر نفس الطريقة، ونوصل بين الزوايا. هذا أصبح متوازي السطوح مستطيل. الحجم راح يكون الطول في العرض في الارتفاع. عندي هنا طول قاعدة، هنا عرض W والارتفاع H، فالحجم راح يكون الآل في W في H، الطول في العرض في الارتفاع. المساحة الجانبية راح تكون محيط القاعدة بالارتفاع، يعني محيط القاعدة راح يكون الطول زائد العرض في 2، 2 الآل زائد W في الارتفاع. هذا هي مساحة جانبية لمتوازي السطوح المستطيلة. المساحة الكلية أو السطحية راح تكون مساحة جانبية زائد مساحة القاعدتين، فالمساحة الجانبية هي نفسها 2 الأر زائد دبليو، هذا يمثل محيط القاعدة في الارتفاع، صار مساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. القاعدة تكون الطول في العرض الأر في الدبليو، بما أنه عندي قاعدتين راح تكون 2 الأر في دبليو. هسه راح ناخذ مثال. هنا عندنا مثال مكعب طول حرفه 10 سنتيمتر، جد حجمه ومساحته الجانبية والسطحية. الحجم راح يكون R طول الضلع في طول الضلع في طول الضلع، راح عندي 10 في 10 طول الضلع في 10 يساوي 1000 سنتيمتر مكعب. بالحجم اكتب سنتيمتر مكعب. المساحة الجانبية ال اي راح تكون 4 في طول الضلع في طول الضلع، 4 في مساحة الوجه الواحد، 4 في طول الضلع اللي هو 10 في 10، 4 هنا عندي 100، 4 في 100 400 سنتيمتر مربع. بالمساحة نكتب سنتيمتر مربع، وبالحجم نكتب سنتيمتر مكعب. والمساحة السطحية أو المساحة الكلية راح تكون 6 في طول الضلع في طول الضلع، أو 6 في مساحة الوجه الواحد، 6 في طول الضلع اللي هو 10 في 10، وهنا عندي 100 في 6 راح يكون 600 سنتيمتر مربع، هي المساحة السطحية. هسه ناخذ مثال آخر على متوازي السطوح المستطيلة. هنا عندنا مثال توازي سطوح مستطيلة، طول قاعدته 5 سنتيمتر وعرضها 2 سنتيمتر وارتفاعه 10 سنتيمتر، جد حجمه ومساحته الجانبية والسطحية. الحجم لمتوازي سطوح المستطيلة راح يكون طول في العرض في الارتفاع R في W في H، طول اللي هو 5 طول قاعدة في العرض اللي هو 2 في الارتفاع اللي هو 10، راح يكون عندي 2 في 5 10 في 10 100 سنتيمتر مكعب. حجم نكتب سنتيمتر مكعب. هسه المساحة الجانبية قال اي محيط القاعدة في الارتفاع 2 الار زائد دبليو اللي هو يمثل محيط القاعدة في الارتفاع، 2 طول زائد العرض 5 زائد 2،
في الارتفاع اللي هو 10. وهنا راح يكون عندي 7 × 2 = 14، وفي 10 راح يكون 140 سنتيمتر مربع. هاي المساحة الجانبية. المساحة السطحية TA راح تكون مساحة جانبية زائد مساحة القاعدتين، يعني 2 الأرض زائد الدبليو في H اللي أصلا إحنا عندنا موجودة هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين اللي هي تجي من الطول في العرض الأرض في الدبليو، وقاعدتين راح نخلي هنا 2. مساحة جانبية عندي موجودة 140 زائد مساحة القاعدتين 2 في L اللي هو طول قاعدة 5 في العرض اللي هو 2. وهنا راح يكون عندي 140 ينزل 2 في 5 10، 10 في 2 20، وراح يكون 140 زائد 20 160 سنتيمتر مربع هي المساحة الكلية.